مين هو؟ ها؟ اتفضل. مش لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده. كنا بنتكلم حقيقة. طيب برحب بحضراتكم مرة تانية. هنروح دلوقتي لسؤال الحلقة. هفكر حضراتكم مرة طيب سؤال الحلقة. سؤال الحلقة هو: هل لسه أصدقاء الطفولة مستمرين معاكم لحد دلوقتي ولا لأ؟ ولو احكوا لنا عن مواقف معاهم. خليني أقول لك إن الناس حكت يا جمال، يعني في أكتر من 60 تعليق. الناس الحمد لله نشيطة هي على الصبح ويعني متفاعلة معانا. في علاء هارون بيقول: صباح الخير يا مستر أحمد، أنت ودكتورة جمانة صديقان طفولة لسه معايا لحد دلوقتي، ومعايا كمان في الشغل حمادة قط وأحمد قريشي، هما الاثنين من أيام الطفولة وفي كل حاجة مع بعض. لا احنا مش عاوزين بس يا أستاذ علاء تقول لنا اسمين، احنا عاوزين موقف انت بتفتكره دايما طول ما بيجي في بالك كلمة صداقة بشكل عام يعني. صحيح. في كمان محمد أبو روكا بيقول: صباح الخير على مصر كلها، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. أنا وصديقي دكتور محمد نبوي وياسر حسني وعامل منشن لأستاذ ياسر حسني، إحنا أصدقاء طفولة إلى الآن، وإحنا طول عمرنا كتف في كتف، وبرغم مطحنة الحياة إلا إن إحنا مع بعض إلى الآن في كل شدة وكل مناسبة وكل وقت، وأدام الله علينا الأخوة والصداقة. أمين. اللهم أمين. يعني يا رب دايما كده كتف في كتف يعني. طيب في فاطمة أبو المجد، فاطمة بتقول: صباح الخير يا مصر، أحلى حاجة الصداقة، الصداقة اللي بتكون بدون أي مقابل، بتكون كمان وقت الشدة. صاحبتي من ثانوي معايا لحد دلوقتي، وكمان جيران في نفس البيت. موقف حصل من سنين، افترقنا ولما اتجوزت وبدور على شقة عرفت بعد السكن إن أنا سكنت عندهم في العمارة، وتجددت الذكريات. ربنا يخليها ليا ويخلينا لبعض يا رب. تحياتي ليكم من شبرا مصر القاهرة. طيب في كمان أحمد حسنين بيقول: صباح الخير عليكم، أنا عاوز أقول أني أنا وأنا صغير كان والدي والدي رحمة الله عليه هو صاحبي وصديقي، وبعد كده كان ليا زمايل فترة عمرية وذلك لكثرة التنقل، الله يرحمه. في عزة محمد الله يرحمه طبعا يعني. في عزة محمد بتقول: صباح الخير، أحلى حاجة في الدنيا الصحاب، أنا ربنا رزقني بأحلى صاحبة في الوجود، كانت بتغير عليا من واحدة تانية كلمتني، وكانت دايما تقولي أنا بس اللي بتمنى لك الخير، وفعلا عمرها ما أخذتني أو أخذلتني. إحنا أصحاب، وإحنا عندنا تقريبا سنة أو عمرنا سنة، ودلوقتي عندنا 29 سنة وبقالنا 28 سنة صحاب يعني. ربنا يبارك في عمركم يا رب، وتفضل دي الصداقة، هي دي الصداقة اللي لوجه الله عارفة. طبعا. وفكرة الغيرة أن الصاحب يغير عليك دي برضو بتبقى عارف حاجة كويسة طول ما هي في العرف في الليفل يعني الكويس. أحيانا بتبقى صعبة بالظبط. في كمان سلوى شقير بتقول: صديقة طفولة لسه معي حتى الآن، افترقنا من 30 سنة وما زلنا مع بعض، ممكن نشوف بعض كل سنة مرة لكن عمري ما انساها ولا تنساني، متواصلين مع بعض دايما، هي في السعودية وأنا في القاهرة، وما زالت صديقة عمري وعاملة لها منشن توحة الدياستي. أتمنى أنا كنت قلت الاسم صح. وحلو الموضوع ده، اعملوا منشن يا جماعة لصحابكم، افتكروا مواقف كده مع بعض، خلينا نقولها خلال الحلقة. طيب خلينا نروح لسوهاج. انت عارفة احنا المنايفة والصعيد ولاد عم، فدايما بنحن كده لبعض يعني. في استاذ جمال مختار عبد المولى بيقول: صباح الخير من سوهاج. سوهاج اهل الكرم بالمناسبة يا جماعة. وهحكي لك على موقف حصل معايا في سوهاج. طيب صباح الخير من سوهاج، اصدقاء الطفولة تفرقوا هنا وهناك، ولم يتبقى غير اخواتي الاشقاء اللي عشت معاهم اجمل ايام الطفولة في ظل والدينا، تحياتي ليكم وليهم جميعا. حاجة حلوة برضو على فكرة يا جمانة ان يكون فرق السن ما بينك وما بين اخواتك مش كبير قوي وانتوا صحاب. اكيد يعني. انا بالمناسبة انا عندي صاحبي هو اخويا الكبير، يعني اكتر حد بقى صاحبي قريب مني. فرق بين السن قد ايه؟ سنتين. بس ده فرق صحاب جدا. واخويا الصغير فرق 3 سنين، مش نفس يعني. احنا صحاب قوي برضو وبيساف، بس اقصد اخويا الكبير عارفة احنا تفكيرنا قريب شوية من بعض. مصطفى دايما عندي المندفع، فلا انا هو الصغير ده بيعمل مشاكل كده. بس انا عندي اخواتي الفرق بيننا كبير قوي يعني، هم عندي اخين اكبر مني، اللي في النص اكبر مني ب 10 11 سنه ما شاء الله، ففرق كبير قوي بيننا وبين بعض. سنتين وثلاثه دي انا بشوفها حاجه كويسه. بس عشان احنا عاملين مشاكل برضه. احكي لك على موقف سوهاج بالمناسبه، لان انا لما نزلت سوهاج ساعه افتتاح سوهاج الجديده كنت عندي تغطيه هناك وشغل، انا شفت كميه كرم يا جمانه في حياتي ما شفتوش. طبعا انا دخلت اطلب قهوه
في قهوة وأنا ماشي، رفضوا ياخدوا فلوس لمجرد عرفوا إن أنا غريب. يا أخ ما يصحش، لا اشتريت قلم من مكتبة، الراجل ما رضاش ياخد مني فلوس، وانا كان نفسي اعيش، انت عارفه كمنوفي انا كان نفسي اعيش في البلد دي بصراحه. كنت هتبقى من اهل البلد وكنت هتدفع خلاص فعلا. على اي حال دي كانت بعض تعليقات حضراتكم، مستنيين كمان تعليقات اكتر ومواقف اكتر، لكن دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه حلقات.